تبقى حبيته طبعا. والفراغ هذا اللي فراغ بالوسط ممتاز واللون واللون ممتاز. تعبنا من اختارنا اي صح؟ بس الحمد لله النتيجة زينة ان شاء الحمد الله لله. بعد 3 4 ايام اللون يتطابق اكثر. ان شاء الله. طبعا هسه تقريبا مبين طبيعي، هذا على الضوء الطبيعي بدون لايت، احسه شيء طبيعي مبروك. شكرا عاش ديدك. دلع.